تفضل دكتور منتصر. فيوم كانت الامور هاي انا كنت موجود بكييف 10 ايام، انا كنت انا وعائلتي، انا تابعت اول باول الطيران يوم كان يضرب، يوم ينزل الصواريخ على الاحياء المدنيه، مش على المدني، ينزلوا على الاحياء المدنيه، يوم في منطقه من المنطقات كان في ناس متخبين بيجوا عليهم، ناس دخلوا الاول كيف داخلين عليهم ورشوهم كلياتهم، من بيناتهم اطفال كانوا، انا حاضر على هالشغله هاي، رشوهم كلهم كاملين. ثانيا غير مذابح بوتشي، يوم بيجي بيحكي بيقول الهدف مش كيف، ما هو اعلن باعلن تغيير الحكومه، اذا 10 محاولات اغتيال كانت على الرئيس فلاديمير زيلينسكي، 10 محاولات اغتيال قام فيها جماعه قدير، وهي 10 محاولات اغتيال وفشلت. شو هالحكي اللي عم بيحكوه انه والله ما كان هدفه كيف، كان هدفه كيف كامل، ولكن تصميم كيف ووقوف الشعب وراء القياده والجيش وتشكيل كله منعتهم من هالمحاوله هاي، وخسائرهم فادحه جدا جدا، وصلت لحد الان ل 20 الف قتيل. ويوم بيقول انه ما في مجندين، في فيديوهات مصدقه موثقه اشخاص عمرهم 19 و20 سنه مسحوبين على الجيش، 19 و20 سنه، في 19 و20 سنه، وفي مكالمات موثقه بينهم وبين اهلهم انه انا انسحبت وما بعرف لوين رايح، واللي دخلوا لصلح للاستاذ محمود اصلح له، اللي دخلوا على اوكرانيا 190 الف، مش 100 الف، 190 الف. طيب دكتور منتصر، تمام، اليوم تشعرون يعني بانكم انتصرتم في كييف؟ طبعا انتصار انتصار انتصار، حتى الهزيمه اعترفوا فيها على لسان بيسكون متحدث الرئيس، كان في اعتراف بانه احنا بكييف خسائرنا فادحه جدا كانت، والوضع عندنا بشكل رهيب الان. ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين تحدث قبل 3 ايام عن ماساه في اوكرانيا وعن خسائر كبيره في اوكرانيا جداً، وعن احتمال وقف الحرب خلال ايام.